السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنستمر بالحديث حول كيفية إنشاء الامتحان. في المحاضرة السابقة تكلمنا حول إعدادات النموذج أو الفورم التي من خلالها ننظم عملية إجراء الامتحان. اليوم سنتكلم حول الأسئلة اللي ممكن طرحها أثناء الامتحان. فمثل ما تعودنا نذهب إلى الواجب الدراسي ثم إنشاء. طبعا بعد الإنشاء نختار، إذا تتذكرون، نختار إما مهمة للاختبار وإما تكليف. أنا راح أختار تكليف. إذا اختاريت مهمة للاختبار راح يطلع لي هذه الصفحة. طبعا رأسا هو راح يوديني على النماذج، لكن بالتليفون ما موجود هذا الخيار كوز أساينمنت أو مهمة للاختبار. فراح أنا أرجع صرنا ألغي هذا ولا ألغاء، راح أسوي تكليف اللي هو العام للكل. التكليف اللي موجود عند بالتليفونات او موجود بالحاسبه. طبعا بالانشاء بالتكليف راح اضغط على زر انشاء، قلنا الانشاء انشاء نموذج جديد. بعدين اضغط، قلنا المستندات، عرض، اضغط على النماذج. النماذج هي راح تكون الخاصه بانشاء الامتحان. اضغط على النماذج راح يتكون لي هذا النموذج. بعد ذلك راح تطلع لي هذا النموذج بهالشكل هذا. طبعا تكلمنا عليه على الاعدادات مالته وعلى الالوان وغيرها. اليوم راح نتكلم على الاسئله اللي راح تكون ممكن انه نستخدمها. طبعا هو يعني باي ديفولت راح يكون السؤال مالتيبل تشويس، بس مجرد تضغط على هذا السهم راح تطلع هذه النماذج من الاسئله، اجابه قصيره ممكن استخدمها لكتابه اسم الطالب مثلا، اقول له اكتب اسمك، او مثلا يعني يكتب فد امر معين، فد باسورد معين، كود معين، راح ناخذها وحده وحده. فقره ممكن انه تستخدم لغرض الشروحات، لغرض التعاليل، التعاريف، هي عباره عن باراجراف، يعني تقول له اكتب باراجراف. اجابات طويله طبعا. عندنا خيارات متعدده اللي هو مالتيبل تشويس، مربعات اختيار، هسه ايضا هي قلنا تشبه المالتيبل تشويس لكن ممكن انه يختار اكثر من خيار. القائمة المنسدلة هاي تعرفوها أيضا، قائمة بها مجموعة من الخيارات. تحميل ملف، في بعض الأحيان أحتاج الطالب أنه يحمل لي ملف معين، صورة معينة أو ملف وورد أو ما شابه، فأختار تحميل ملف. مقياس خطي، هاي تستخدم عادة بالاستبيانات، مثلا يقولون أنه إيش قد تعطي من 10 لهذا الموضوع، مثلا من 0 هو سيء، مثلا 10 هو جيد، وهكذا. زين، شبكة متعددة الاختيارات سوف ناخذها ايضا هي طريقة لانشاء الاختيارات. شبكة مربعات الاختيارات نفس شبكة متعددة الاختيارات لكن ممكن انه يختار اكثر من مربع. التاريخ والوقت، هاي مو فد شغلة مهمة بالنسبة لنا. زين، راح نجي ناخذ اول شيء، طبعا راح ناخذ الثاني، هاي طبعا صفحة مال الامتحان، راح اكتب هنا هذا تعلمنا انه يسموه شنو، يسموه سكشن. يعني شو احنا نقول فد عنوان رئيسي. فالعنوان الرئيسي هذا مثلا خلينا نقول الامتحان الاول، الامتحان الاول. وصف النموذج مثلا، انا اريد اكتب مثلا المرحله الثالثه مثلا، قسم كذا مثلا. زين، للسنه، السنه الدراسيه، يعني فد وصف معين مثلا 2010 2019 2020 مثلا، هذا يعني وصف عام. هذا اسم الامتحان. طبعا احنا قلنا دائما شو احتاج اني، هذا اول سؤال ما راح اكتبه هيجي، راح اكتبه شنو، اكتبه اجابه قصيره. الاجابه القصيره استخدمها مثلا شنو، عندي اجابات قصيره، او ممكن استخدمها اسم الطالب، اكتب اسمك الثلاثي باللغه العربيه حتى اعرف هذا الطالب شنو. طبعا هنا حتى كل واحدة من ذني الفقرات بها يسمو، هنا من نضغط على هذا الثلاث مربع ثلاث نقاط، اكو شيء اسمه التحقق من صحة الإجابة. هذا بالإجابة القصيرة ممكن استفاد منه. شلون؟ اجي اضغط هنا، طبعا الوصف تقدر هنا تقول له مثلا، مكان ما اكتب له هنا باللغة العربية اقول له اكتب اسمك الثلاثي، او اكتب الاسم الثلاثي. فهنا اقدر بالوصف اقول له يجب ان يكون الاسم باللغه العربيه يعني، وتقدر ايضا تكتبه فوق، مو فد مشكله يعني، بس هاي حتى اوضح هاي المساله. زين، هنا هاي ثلاث نقاط،
الوصف هياته، اذا اشيل الوصف هذا راح ينشال، يعني هذا الفراغ راح ينشال. فاقول له التحقق من صحه الاجابه، هنا بالاجابه القصيره او الشورت انسر راح ينطيني انه انت شو تريد الاجابه، هل هي تريدها رقم، تريدها نص، تريدها يعني كلمه من طول معين، او خلينا نقول عدد احرف معين، حد اقصى وحد ادنى، تريدها مثلا تعبير عادي، فد اكسبريشن يعني تكتبه مثلا، فرضا انت تعطيهم باسورد زين، ففرضا الباسورد خلينا نقول امير مثلا، امير 1 2 3 4 5 هذا الباسورد زين. فاني من اعطيه الباسورد، من اقول اختار تعبير عادي، فش اقول له؟ اقول له التطابقات، يعني هذا عفوا هنا خليني اكتبه امير 1 2 3 4 5، يعني الطالب هذا باسورد الطالب. هسه احنا نشوف شو راح تظهر عنده، من راح يكتب هنا طبعا احنا اختارينا اسم، هي المفروض نكتب كلمة المرور حتى تكون ان شاء الله واضحة. خلينا نقول مثلا كلمة المرور، سوي الامتحان بكلمة مرور مثلا. فهسه من اجي ادخل راح اقول كلمة المرور، طبعا هاي هيك الوصف، من اجي اكتب له مثلا امير واقول له ارسال، حيقول لي يجب التطابق مع النمط، يعني شنو اجابتك خاطئة. من اكتب له امير 1 2 3 4 اقول له ارسال، ايش راح يقول لي؟ ايضا خطا. من اكتب له 5 ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي لقد تم تسجيل، يعني هو ما راح يقول لي لقد تم تسجيل ردك، بس يعبره للاسئله اللي راح يقدر يمتحن بيها. فبهالشكل هذا انه انا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير اقدر اخلي كلمه سر عن طريق شنو؟ اجابه قصيره، بعدين اجي على هذين الثلاث نقاط اختار تحقق من صحه الاجابه، راح تطلع لي هاي. فاقدر اما اختار رقم، نص، اختار تعبير عادي. تعبير عادي لازم اقول له يطابق هذا، يلا تفتح لي الامتحان. طبعا تقدر تكتب له انت هنا مثلا كلمة المرور خاطئة، جرب ثانية. فاني هسه هنا من اجي اسوي معاينة، ايش راح يطلع عندي؟ من اكتب له كلمة مرور غلط، ما راح تطلع لي بعد هاي الاجابة اللي قبل شوية طلعت. كلمة المرور خاطئ، جرب ثانية. الكتابة اللي أنا كتبتها راح تطلع لي للطالب زين. فبهالطريقة هاي راح شنو؟ أقدر أخلي كلمة مرور عن طريق الإجابة القصيرة مع شنو؟ استخدام التحقق من صحة الإجابة، اختيار تعبير عادي زين. إذا أريد مثلا يكتب لي مثلا رقم، يعني هنا الإجابة هي عبارة عن رقم زين، الرقم الكذا مثلا، رقم كذا زين. فهنا من راح يكتب لي رقم، يعني من يكتب اختار رقم، حتى لو هنا كل شيء ما اختار زين، من راح اسوي له معاينه ايش راح يسوي؟ من اكتب له نص راح يطلع لي غلط، يعني مثلا اكتب امير وادزه راح يقول يجب ان تكون قيمه الرقم اكبر من صفر، ليش؟ انه انا لازم رقم انطيه، فمن انطي مثلا 1 راح يقبل هذا الشيء، يقول لي لقد تم تسجيل ردك زين. ف هذا اقدر اجبره انه يدخل لي رقم، طبعا هاي اكبر من اقدر مثلا استخدمها رقم، او يعني عفوا مو رقم، هاي اكبر من، عفوا هاي اكبر من يساوي، اذن الخيارات الموجوده اقدر اني استخدمها زين. الرقم هنا طبعا الاكبر من، هنا تخلي اكبر من يا رقم، اصغر من يا رقم، بين، من تقول له مثلا بين، من تقول له بين راح يعطيك قيمتين بين هذا الرقم وهذا الرقم، فتعطيه هنا الارقام وتعطيه هنا اذا جاوب خطا شنو الرساله راح تطلع له، هنا اخليه اذا جاوب خطا شنو الرساله راح تطلع له زين. ممكن ايضا اختار نص، يعني اذا دخل رقم ما راح يقبله زين، فايضا هنا راح يكون النص. طبعا هنا النص بالتحقق من صحه الاجابه، اذا ما عندك نص معين مثلا اسم الطالب، فهذا يجب ان يترك فارغ، مثلا اقول له اكتب اسمك الثلاثي، هذا يكون يبقى فارغ، ليش؟ لانه كل طالب هو اسمه شكل معين، ما اقدر اخليه احدده بنص معين، لكن اقدر شنو؟ اقدر مثلا اذا عندي اجابه محدده
فأقدر أخلي الإجابة المحددة هنا، إذا جاوب الطالب غير إجابة فيكون جوابه خطأ. زين، فأختار أيضا منها ممكن يعني يحتوي على، لا يحتوي على، عنوان بريد إلكتروني ممكن يكون هنا، عنوان رابط، فمعطيني عدة أوبشنات. أيضا ممكن أستخدم الطول. الطول طبعا شنو؟ الأحرف، يعني أنا أحدد الطالب إجابته بعدد معين من الأحرف، أكثر الحد الأقصى لعدد الأحرف يعني ما يقدر يتجاوزها، والحد الأدنى لعدد الأحرف يعني ما يقدر يكتب أقل من عدها. زين، هذا بالنسبة قلنا للإجابة القصيرة، وممكن نستخدمها للطلب، من الطالب أن يكتب اسمه، أن يدخل كلمة مرور، إجابات قد تكون أسئلة إجاباتها قصيرة، وأيضا هنا منطيني عدة خيارات للإجابة القصيرة. زين، طبعا هنا أنا حخلي هذا السؤال اكتب اسمك، وراح أختار نص. ليش؟ إنه كتابة الاسم دائما نص، ما راح أحدده بشيء معين، يعني حخليه إنه مجرد هيجي بس، هذا خليه فارغ. زين، بس أكتب له هنا شنو يجب، أو أكتب مثلا حروف فقط غير مسموح، بأي مثلا رمز. مرات يستخدمون شخطة، يستخدم مثلا هذا، فأكتب له هاي الرسالة تطلع لي إذا كتب شيء خطأ. هذا بالنسبة للاسم. زين، أريد أسوي أيضا باسورد. هسه راح أضيف شنو بعدني بالسكشن هذا، راح أضيف منه أيضا سؤال، بس أضيفه شنو بشكل إجابة قصيرة، أيضا إجابة قصيرة أسوي مال باسورد. أيضا أقول له كلمة المرور، طبعا هنا الإجابة القصيرة شو أختار؟ أختار بعد ما أدوس على التحقق من صحة الإجابة، أختار نمط، عفوا أختار تعبير عادي، يعني بيه ممكن أرقام، وممكن الباسورد ممكن يكون أرقام، ممكن حروف، تعبير عادي. فأقول له يحتوي على، لو أقول له يطابق، أقول له يطابق التطابقات. فمثلا أكتب له أمير، هاي العفو بالعربي، أمير 1 2 3 4 5 نجمة مثلا. زين، فهنا أقول له كلمة المرور، خاطئة. هاي شو وقت تكتبها كلمة المرور خاطئة؟ من هو جاوب خطأ؟ هو كاتب نص خطأ مخصص، يعني شنو إذا جاوب خطأ شنو الرسالة التي تطلع له؟ فأقول له كلمة المرور خاطئة إذا ما طابقت هاي الأمير من 1 ل 5 والنجمة. زين، هسه هنا أنا مجرد كلمة سر واسم وكلمة سر، فهنا هسه شو أحتاج بعد؟ أحتاج أيضا أنه أضيف سكشن جديد. سكشن يعني أقصد عنوان رئيسي. السكشن الجديد هو السؤال الأول، فش أقول له؟ هذا إضافة قسم يسموه سكشن. طبعا بعد ما اوقف على اخر سؤال، لانه قلنا اذا اوقف هنا واضغط سكشن راح يضيف هنا بين هذا السؤال وهذا السؤال، فاوقف على اخر سؤال هيك، يعني دبل كليك الثاني مثلا، هذا السؤال دبل كليك، هذا السؤال دبل كليك، وقفت عليه، بعدين اقول له اضافه قسم. هذا القسم شوف انضاف، ايش راح اقول له؟ اقول له مثلا عرف ما يلي، زين، عرف ما يلي، اضيف ضمن هذا السكشن راح اضيف اسئله، سؤال بعرف ما يلي. شو احتاج؟ احتاج فقرة او باراجراف، لانه التعريف هو من ضمن الشروحات يحتاج كتابة، فباراجراف باراجرافين يعني فقرة فقرتين راح تكون حتى يعرف الطالب هذا الشيء معين. فاكتب له مثلا عرف القوة. زين، طبعا هنا انا ما اقدر اخلي، يعني هنا اقدر استخدم التحقق من صحة الاجابة، لكن شنو الخيارات المعطيني اياها؟ شنو هو تعبير عادي؟ طبعا هذا التعبير انه تقول له مثلا لازم يحتوي على كلمه معينه او لا يحتوي على كلمه معينه، او التطابقات بالتعاريف الشروحات، هاي صعبه احنا نستخدم انه تحقق من صحه الاجابه، يعني انا لازم اقرا التعريف او التعليل، لانه كل طالب هو راح يجاوب اسلوبه، قد يكون اجابته صحيحه، فما اقدر اني افرض عليه التعريف خاص انه يجاوبه، الا اذا كان مثلا يعني هو خلينا نقول فد يعني قول مقتبس او قانون مقتبس او هاي، يعني يجب ان يحفظ نصا، فبعد ذلك اقدر هنا اقول له اختار منها التطابقات واكتب له هنا المقوله او القانون او المقتبس اللي هو لازم يطابقه. زين،
وهاي طبعا نادرا ما يصير. فاني هنا هسه هنا راح ما راح اختار اي شيء، فقط اختار ناس العفو أختار. طبعا هاي الطول مرات تقول له اكتب، هاي طبعا ما تندرج تحت التعاريف، مثلا اكتب اشرح ما لا يقل عن 300 كلمه او كذا حرف، فهنا معطيك العدد الاقصى الحروف والعدد الادنى الحروف، هاي نادرا ما استخدمها فراح الغيها منه. فمجرد اقول له فقره واكتب له اسم السؤال وهذا هو زين. طبعا هنا ذني ما تكلمنا عليها، ذني هذا اذا السؤال مطلوب تفعلها، يعني مثلا هنا انا شو اسوي؟ الاسم اذا ما يكتبه ما ينقل الفقره اللي وراه، لازم يكتب اسمه، فاسويه مطلوب. كلمه المرور ايضا اسويها لازم مطلوب، اذا ما اسويها مطلوب يعني ربما راح يعبره للسؤال اللي وراه، فاسويه مطلوب. زين هنا بالتعاريف خلي ما اقدر ما اسويها مطلوب، لانه بالنتيجه هي هو راح يعني ربما ينتقل غير سكشن بعدين يرجع له، فاسوي غير مطلوب هسه حاليا. زين بعد ذلك هنا راح هسه هذا اريد اضيف تعريف اخر اضيف ايضا منه. طبعا اضغط على فقره اكتب مثلا الضغط، هذا ايضا تعريف اخر. تعريف ثالث اريد اضيف ايضا اضغط على هذا الزائد واختار فقره واكتب مثلا معادلة برنولي. زين اذني صارت ثلاث تعاريف عندي. زين طبعا هناك شغله احنا ما سويناها بالبدايه حتى نسويها، قلنا نسوي هذا كامتحان حتى يطلع لنا الدرجات. شوف هسه هنا احنا قلنا هاي كنت تذكروها ذني، قلنا نشيلهم ذني الصح علامه الصح من ذني كلها ونقول له حفظ. زين هنا راح تطلع لي قدام كل سؤال كم درجه، يعني طبعا الاسم الثلاثي وكلمه المرور خلى قدامها نجمه باعتبارها ريكوايرد، طبعا انا ما اخلي عليها درجه. هنا بالتعاريف طبعا مطلوب درجه، فكل سؤال هسه مثلا القوه اضغط عليها اجي منها ظهرت عندي فد شيء كان ما موجود قبل اسمه مفتاح الاجابه. هذا اذا ما تفعل هذا الخيار اللي هسه فعلناه اللي هو اعدادات بالاختبارات، هذا الخيار اذا ما تفعله ما راح تطلع عندك مفتاح الإجابة أو الكي اللي راح تقدر تخلي درجة للطالب. فمن أضغط عليه هذا التعريف هسه أقدر أخليه له درجة، أكتب له 5 زين أقول له تم. الضغط أيضا أكتب له شنو مفتاح الإجابة وأكتب له 5 مثلا، هاي التعريف عليه 5. هو ده يقول لي شنو؟ ده يقول لي جاري الحفظ إجمالي النقاط، هنا راح يبدي يجمع لي إياها. زين معادلة برنولي أيضا راح أعطيها 5 مثلا، طبعا تقدر تعطيها اكثر مثلا 10 تعطيها. زين ايش قد صارت 20؟ يعني 10 هنا 5 ب 5 10 و10 صارت 20 نقطه. زين هسه خلصت التعاريف، اريد اضيف مثلا سؤال اخر. طبعا انا من اقول تعاريف يعني التعاليل نفس الشيء، الشروحات نفس الشيء، ما راح يفرق اي شيء. زين هسه نجي العنوان الاخر، خلي اقول له اختر الاجابه الصحيحه. الصحيحة زين، هذا اختاريت انشاء قسم او سكشن، هذا عنوان رئيسي. تحت هذا العنوان ايش راح اقول له؟ اضغط على هذا الزائد ايش حقول له؟ اقول له سؤال، اي سؤال اكتب له مثلا، وطبعا اختار الاجابة الصحيحة يعني خيارات متعددة او مربعات اختيار. هسه راح ناخذ الفقرتين تعرفون شو الفرق بيناتهم. الخيارات المتعددة هو الطالب يجب ان يختار خيار واحد فقط من مجموع خيارات، مثلا اكتب له اي سؤال مثلا نكتب له الشاشة هي وحدة إدخال وحدة إخراج. طبعا هنا هذا تريد تسويها صح وخطأ تكتب له هنا صح، وهنا اول راح يعطيك اقتراح تكتب له خطا. او مرات شريد اني اريد اكتب له الشاشه هي وانطي هو يختار، مثلا اكتب له وحده اخراج وحده ادخال ادخال، واعطي خيار اخر ممكن او اكثر من خيار، اكتب له وحده معالجه مركزيه. زين هنا بالخيارات المتعددة أني
اقدر احدد الاجابه الصحيحه، يعني ما يعني اخلي الفورمه هي اللي تصلح. شلون اجي اختار منه؟ اقول له طبعا قبل ما اعطي ان شاء الله الاجابه الصحيحه، تقدر تختار ترتيب الخيارات عشوائيا، يعني ذن الخيارات، وحده اخراج، وحده ادخال، وحده معالجه، كل طالب راح تجيب ترتيب معين، فتختار هذا قلنا احدى الطرق اللي شنو راح تقلل انه يصير النقل بين الطلاب، فالخيارات راح تكون مرتبه عشوائيا. وايضا منا اختار مفتاح الاجابه راح اعطيه انا شنو هنا، راح اعطيه احدد له الاجابه الصحيحه. طبعا الشاشه هي شنو؟ وحده اخراج، فاقول له هاي اجابتي الصحيحه وانطي عليه 5 درجات. فهو ايش راح يصير؟ من احدد الاجابه الصحيحه وانطي 5 درجات، الفورمه هي راح تصلح، يعني بعداني ما ادوخ بالنسبه للاجابات اللي هي مالتيبل تشويس، يعني هي الفورمه راح تصلحها بناء على التغذيه اللي انا منطيها. زين، طبعا هنا اكو فقره ان شاء الله بالمراحل المتقدمه راح الانتقال الى قسم استنادا الى الاجابه، هاي ايضا ممكن انه نستفاد من عندها، طبعا يراد لها محاضره وحدها. فهذه طريقه انه شلون احدد. زين، هاي خيارات اختر الاجابه الصحيحه، راح اضيف له ايضا سؤال اخر ضمن اختر الاجابه الصحيحه، لكن هنا ممكن يختار اكثر من خيار، فش اختار؟ اختار مربعات اختيار. زين، هنا ايش اكتب له؟ اكتب له من مصاديق وحده الاخراج، اخراج اكتب له هنا، طبعا شنو اكتب له؟ الشاشه مثلا اكتب له لوحه المفاتيح، واكتب له ايضا الفاره اللي هي الماوس، بعد شنو عندنا اكتب له؟ مثلا اذني مصاديق وحده الاخرى، ها الطابعه زين، واكتب له ايضا الماسح الضوئي اللي هو السكانر، الماسح الضوئي. زين، هنا خلينا نجي نشوف من اسوي له مفتاح الاجابه ايش راح يصير عندي. انطيه مثلا 5 عليه. من مصاديق وحده الاخراج هي الشاشه صحيحه، وايضا الطابعه لانه لوحه المفاتيح والفاره والماسح الضوئي، اذا شنو؟ وحدات ادخال، فذني وحده اخراج، فشوفوا ممكن انه اختار خيارين. زين، هنا طبعا اضيف له هنا اقدر اضيف له وصف، اقول له اختر جميع الاجابات الصحيحه. ليش؟ هنا عندي انا ادري اكثر من اجابه صحيحه، لكن هنا محدد ما يقدر يختار اكثر من اجابه. من تطلع هيك دائره معناته شنو؟ هذا يختار فقط اجابه واحده، من يطلع مربع يعني ممكن يختار اكثر من اجابه. زين، لكن هو كله شنو تحت؟ اختر الاجابه الصحيحه. زين، بعد شنو عندنا هنا نقدر نسوي؟ تحقق من صحه الرد. شنو هنا عندنا؟ اقل تحديد. ها هنا اقول له اقل تحديد، ها الدرجه هاي الخمسه اللي اعطيتها اريد ينطيها فقط اذا هو حدد مضبوط التحديد المضبوط. زين، او اختار اكبر تحديد، اقل تحديد 2، يعني اقل شيء يحدد لازم 2 يحدد لي. زين، ف هذا ايضا خيار، خلينا نشوف شلون راح تطلع هنا حتى نشوف. طبعا هنا راح اكتب العنوان شلون مكان هذا، هنا صالح يقول لازم اي فانسي شيء، والاجابه اكتب الاسم مثلا امير. زين، كلمة المرور لازم نكتبها صحيح، هذا خلينا نتذكرها امير 3 4 5 وياها نجمة يمكن كل التالي. طبعا هنا كلمة مرور خاطئة، يمكن ما بيها نجمة قلنا، اي ما بيها نجمة. زين، فشنو راح ينقلني المفروض؟ هنا لازم يقول بريد صالح. زين، نقول له @gmail.com، هذا ايميل صالح. زين، هاي التعاريف، شوف ما سويت ريكوايرد، فاقدر انتقل، يعني انتقل للسؤال لو مسويها ريكوايرد ما راح ينقلني الا اجاوبها. هذا عرف مايلي، هذا سكشن جو هذني الاسئله.
اقدر انتقل. ليش ما سويت ريكوايرد؟ هذا السؤال الثاني، اختر الاجابه الصحيحه. الشاشه هي وحده ادخال، شوف هنا راح يختار مثلا الشاشه هي وحده اخراج، بعدين اختار مصادق وحده الاخراج. شي يقول لي اختر جميع اجابات صحيحه. الشاشه اختار واختار شوف يقول يجب تحديد اثنين من الخيارات على الاقل. ليش؟ انا اني انطيته، فهنا راح ينبه الطالب. زين، وهنا اختار الماسح الضوئي، عفوا الطابعه، يلا راح يخليه يعبر. زين، هاي طريقه. الطريقه الثانيه، اذا انا استخدمت اللي هاي نطلع من عندها، اذا استخدمت التحديد المضبوط، خلينا نشوف شلون راح شنو راح يصير ويانا. راح نرجع نفس الشيء، ايضا نقول له هنا البريد هذا نفسه، الاسم الثلاثي اكتب هيجي زين، وكلمة المرور هي هاي امير 1 2 3 4 5، قل له التالي، قل له ايضا التالي. هنا ايش راح يصير عندي؟ من اختار الشاشة واختار لوحة، اختار الشاشة واختار الطابعة، راح ينطيني يجب تحديد صفر، يعني لازم شنو اترك اذا من الخيارات. ليش؟ يعني هنا مو محدد يعني التحديد المضبوط لازم شنو، لازم اقول لك قد ايش كم تحديد هي المضبوط. تقريبا هو مشابه الى شنو، الى اقل واكبر تحديد، لكن اكبر تحديد شنو؟ هنا اقل تحديد من اقول له، شوف الفرق شنو راح يصير هنا، من اكتب له 2 اقل تحديد 2 يعني ممكن يحدد 3، من اقول له اكبر تحديد 2 يعني ممكن يحدد 1 وممكن يحدد 2، من اقول له التحديد المضبوط 2 يعني لازم يحدد لي 2. طبعا هنا اذا اقول له راح يطيع للطالب، فاني يعني راح من طالب يختار اجابه واحده راح يقول لي لا لازم 2، فراح يعرف انه لازم يختار 2، بينما انا شنو اعوفها مبهمه. يعني هاي بس مجرد ان يعني اوضح لكم انه ممكن تسوي هذا الخيار لكن مو اجباري، فانت تعوف هالشغله مبهمه وتقول له ترتيب الخيارات عشوائيا، فلان الخمس خيارات راح تطلع عشوائيا، ترتيبها عشوائي كل طالب ترتيبها شكل. هذا بالنسبة إلى موضوع الخيارات. طبعا هسه أريد أضيف سكشن جديد، أنا واقف على آخر سؤال فأضيف سكشن. إيش بقى إحنا عندنا؟ بقى عندنا، خلينا نضيف سؤال، بقى عندنا شنو هسه؟ الخيارات المتعددة حكينا عليها، مربعات قائمة المنسدلة أيضا تقريبا هي نفس ال نفس الـ يعني هنا هسه إذا نرجع على هذا اختر الإجابة الصحيحة، أيضا ممكن أخلي بيه سؤال هنا آخر سؤال، هذا أضيف تحته سؤال، أختار قائمة منسدلة، قائمة منسدلة زين، وأقول له أختر يعني أسئلة في السؤال وأعطيه هنا الخيارات، فراح تطلع الخيارات بشكل قائمة منسدلة ولازم يختار هو واحد من عندها. وأيضا شنو هي بيها هنا؟ بيها أيضا ترتيب عشوائي، بيها أيضا ترتيب عشوائي. طبعا قلنا هذا الانتقال هذا بعدين نسولف عليه، ترتيب يعني القائمه راح تطلع مرتبه عشوائيا كل طالب تطلع له بشكل. هذا ايضا هنا ممكن اضيف سؤال. زين، بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا انه تحميل ملف. خلينا نتكلم عن المقياس الخطي. المقياس الخطي ايضا هنا ممكن يستخدم بالاستبيانات، يعني شنو؟ يعني تقول له شلون احنا نسميها رايتنج، او يعني ايش قد تعطي من كذا، فايش قد تعطي مثلا من 10، اقول له من 1 إلى 10 او من 1 إلى 5 حتى تصير الشغله اسهل. زين، التسميه اقول له مثلا سيء، الواحد سيء حتى يعرف، والخمسه ممتاز، فانت ايش قد تعطي؟ فشو راح يصير؟ كانما هنا طبعا راح يصير شنو؟ بس الوصف عندي ما عندي شيء. فالمقياس الخطي راح يظهر بهالطريقه هاي. طبعا هنا كل ما نشوف لازم نكتب البريد ونكتب الاسم. زين، هنا راح نقول له التالي، نشوف شلون راح تطلع عندنا هاي هذا راح يطلع. شوف سؤال، طبعا انا ما كاتب سؤال، هو المفروض تكتب سؤال. فسيجي فجأة أعطي 3 مثلا من 5، أعطي 2 من 5، أعطي 4 من 5 أو 5 وأرسل الإجابة. فهاي طبعا بالاستبيانات ممكن تفيد، إنه ممكن أن تستخدم.
يسموه المقياس الخطي. بعد عندنا أمر آخر، هاي شبكة متعددة الاختيارات وشبكة مربعات الاختيار. شبكة متعددة الاختيارات شنو؟ طبعا خلي بس أمسح هذا مال كلمة المرور والاسم. طبعا هاي شلون أريد أمسح سؤال مثلا، هاي أجي منه مجرد أروح السؤال أضغط على هذا راح يمسح عندي السؤال. كلمة المرور أيضا راح أمسحها حتى لكل ساعة هنا يطالبنا بها. ومنها راح أجي على مود البريد اقول له اوخر هذا المواقع. طبعا انا بالامتحان ما اوخره، اريده بس هنا هسه حتى لا يضوجنا وخرته. زين عندنا هذا السؤال، اريد شلون اريد ادخل عليه، اضغط ضغطتين عليه. هنا ايش راح يصير عندي؟ مثلا اكتب له عندي صفوف وعندي اعمده. الصفوف اكتب له مثلا الشاشة، اكتب له مثلا الطابعة، واكتب له مثلا لوحة المفاتيح. هاي شنو؟ هاي الصفوف. زين الأعمدة اللي قبالها ايش راح تصير؟ اللي هي الخيارات، راح تصير وحدة إدخال، راح اكتب له وحدة إدخال، واكتب له هنا وحدة إخراج، واكتب له هنا وحدة معالجة مركزية، وحدة معالجة. زين هنا شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي طبعا هنا التقييد برد واحد لكل عمود. طبعا هنا اذا ترتيب الصفوف عشوائيا ايضا اختارها اقدر. خلينا نشوف شو راح تظهر عندي. طبعا شوف شلت الاسم والباسورد والايميل، فراسا راح اقول له التالي. زين هذا التالي وهذا ايضا. هاي راح تطلع بهالشكل. هذا الصفوف هي شنو؟ الشاشه، الطابعه، لوحه المفاتيح. الخيارات الامام كل وحده هي وحده ادخال، وحده اخراج، وحده معالج. فالشاشه اختار مثلا وحده اخراج، الطابعه اختار وحده اخراج. زين لوحه المفاتيح هي شنو؟ وحده ادخال. طبعا هنا شوف لو تلاحظون اختاريت بالعمود الواحد خيارين، يعني الشاشه والطابعه اثنيناتهم ممكن اختار خيارين. زين شلون اذا عندي مرات لا لازم كل وحده من عندهم هي خيار، يعني العمود ما يحتوي اكثر من خيار. فهنا شو اختار؟ عفوا شخص بس خلي هاي ارجع لها. اختار هنا، اختار التقييد برد واحد لكل عمود. يعني شنو؟ يعني هنا استاذ لو اسوي له ريفرش، اسوي له ريلود، قول له تالي تالي هذا. هنا شوف هنا من اختار الشاشه وحده اخراج، بعد الطابعه ما اقدر اختارها وحده اخراج، ما ياخذها، يرجع عدم اختيار اكثر من رد واحد لكل عمود، ما يقبل. زين الا اختار شيء ثاني. فانت حسب السؤال مالتك، اذا انت تشوفه ممكن ما عندك يعني العمود الواحد يقبل فقط اجابه واحده، فخلي هذا خيار. اذا لا والله يقبل اكثر من خيار، ممكن ان يقبل اكثر من اجابه، فهذا الصح. بس مجرد اروح اشيله، يعني اضغط عليه مره اخرى راح ينشال الصح. واختار ايضا لا تنسون ترتيب الصفوف عشوائيا، حتى شنو يحاول يرتبها بشكل راندوم. زين شبكه متعدده الاختيارات، اذا اختارت شبكه مربعات الاختيار نفسها، شوف نفس الترتيب، لكن شنو راح يكون؟ انه ممكن يختار افقيا اكثر من اختيار. يعني شلون؟ خلينا نجي نسوي له هذا ريلود. هنا احنا قلنا عموديا، قلنا من خلال هاي الثلاث نقاط نقدر نختار انه ممكن اكثر من اجابه او ممكن، لكن افقيا شلون؟ مرات افقيا انا احتاج اكثر من اجابه، مثلا هنا احتاج وحده وهنا وحده. فهنا مربعات الاختيار تتيح لي هاي الفرصه، انه العموديا، انه عموديا اني اقدر افقيا اقدر اختار اكثر من وحده. لكن في حاله انه شبكه الاختيارات المتعدده، هاي شبكه متعدده الاختيارات، هاي ما تتيح لي هاي الفرصه. يعني ما هسه لو اسوي لها ريفرش ما راح تتيح لي هاي الفرصه
بالنسبة بالصف الواحد أختار إجابة واحدة فقط، فهي تعتمد على الأستاذ. إحنا خلينا نأخذها قاعدة دائرة، ممكن أنه تختار أكثر خيار واحد فقط، المربع تختار أكثر من خيار، مثل ما تكلمنا بالمالتيبل تشويس أو الاختيارات المتعددة. يعني هنا شوف استثناء من أختار وحدة الإدخال، بعد ما أقدر أختار وحدة إخراج، يعني إذا أختار وحدة إخراج هاي بعد تلغي، بينما بالمربعات لا، أقدر أختار مثلا وحدة إخراج ووحدة إدخال سوي مع بعض. زين، هذا بالنسبة اللي أردنا نتكلم عنه في بهذه المحاضرة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها، وأي سؤال ممكن تكتبوه بالتعليقات. تحياتي لكم جميعا في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى.